فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول بأنه اشترى كبشا للأضحية فربطه في البيت، يقول فجاء ابن الصغير بجانب الكبش فنطحه هذا الكبش ومات الولد، فهل يجب علي شيء في ذلك؟ لا، أنت ما غرّت، أنت رابط الكبش ولا خليت الولد عنده، هو اللي جاء لأمه، ما فرط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.